دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل التاسع، كيف تواجه التنصير؟ الجزء الثاني، التربية. كي تواجه التنصير لابد لك أن تكون مسلما بالفعل لا بالقول فقط. حتى تستطيع مواجهة التنصير ليس بمواجهة المنصرين ومناظراتهم وصفعهم أو مقاضاتهم، وإنما بالاشتغال على النفس، في المواظبة على الصلاة، في الإخلاص، في قراءة القرآن وتدبره، في الدعاء، في المعايشة مع الآخرين. وللأسف فإن الكثير من بناتنا وأبنائنا لا يرون فينا المعايشة والتراحم، لذلك يلجؤون إلى المنصرين المتنكرين بزي المحبة والرحمة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا برحمة بعضنا البعض، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وارحموا تراحموا ولا تباغضوا فتضلوا. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. وقد علمنا الرسول الكريم القاعدة الذهبية، وهو أن نعامل الآخرين كما نحب أن نعامل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي طريق أخرى بلفظ: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والمصيبة العظمى أن بعض المسلمين الذين يتعاملون مع بعضهم البعض ينظرون إلى شق واحد في آية في القرآن ولا ينظرون إلى الشق الآخر. الشق الأول هو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وينسون الشق الآخر والذي هو أهم وفيه كفارة ومغفرة، فيقول الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا في سورة المائدة 45. وهو أن نرحم بعضنا البعض ونغفر لمن يخطئ إلينا. وقد يعتقد المرء أن المسامحة ضعف والقصاص بالعين بالعين قوة، وإنما هو العكس تماما. فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذا في سورة الشورى 37. وهذا لا يأتي إلا بالصبر. ولتصدي حملات التنصير لابد لنا أن نروض أنفسنا على الصدق
والتواضع الحقيقي، فيجب أن نعترف أننا مخطئون في طريقة تعاملنا مع البشر الآخرين، مخطئون في إنشاء مجتمع فاسد. لابد لنا التوقف مع أنفسنا كافة، مسلمين ومسيحيين في المجتمع الواحد دون استثناء، لنرى كيف نعامل بعضنا البعض. فكيف سنتصدى حملات التنصير إذا كنا نحن نكذب على أنفسنا ونقول نحن خير أمة أخرجت للناس، وفينا من يكذب ومن يسرق ومن يؤيد الحكام الظلمة؟ أين اعترافنا بالخطأ؟ أين توبتنا إلى الله عز وجل؟ انظر كم مرة ذكر في القرآن تنبيه وتحذير للكاذبين، ورد في محكم كتابه 12 مرة: فويل يومئذ للمكذبين، وأكثر من 200 مرة عن عقاب الكذب. فكفى ضحكا على أنفسنا، ودعونا نكون صادقين، نعترف بأخطائنا ونصححها. هذه هي التربية الإيمانية الحقة. كفى وضع اللوم على الغرب باستمرار، فنحن من سمحنا لهم بالعبث بنا، وغيبنا على أنفسنا بقبول إعلامهم، وللأسف بدلا من أن نتعلم علومهم نبدأ بالاستهزاء بهم وتقليد زبالتهم. فنحن للأسف لا نقلد من الغرب إلا تفاهات الأمور، ولا يوجد لدينا ثقة بأنفسنا لنصنع أمجادنا، بل ننتظر المدد من الخارج دائما. وحتى نستطيع أن نقوم مرة أخرى على أرجلنا، يجب أن نعيد تقييم أنفسنا وننظر إلى الأمام. يجب أن نتوب إلى الله ونعترف لبعضنا البعض أخطاءنا ونحاول أن نصلحها. فإذا أخطأت بنت في حق أمها أو شاب في حق أبيه، فلا بد لهما بالاعتراف وطلب المسامحة. حتى يعم الخير لابد أن نفكر بالآخرين ونتضامن ونتكافل. فهناك منصرون ذهبوا إلى بعض القرى المسلمة في إفريقيا مع العلم أن هذه القرى لا تملك مسجدا واحدا، ولم يستطيع هؤلاء المنصرين أن ينصروا مسلما واحدا. أتعرفون لماذا؟ لأن هذه القرية عادلة مع نفسها، ولأن فيها تضامن وتكافل وتراحم ومحبة. بالطبع عندما يرانا أبناؤنا نظلم، فهم يبنون عقيدتهم على خبراتهم الشخصية مع المسلمين، وقد يرتدون لذلك، لأن الإسلام وصل عقولهم وقلوبهم بطريقة مشوشة، وصلهم شعارات وكلاما منمق ولكن لا عمل. فإن أردت أن تربي طفلا، فلا يكفي أن تقول له افعل ولا تفعل، وإنما لزمك أن تمثل هذا الفعل أمامه. وكثيرا ما نقول: لا يجب أن ننظر إلى المسلمين ونتأثر بهم، يجب أن ننظر إلى الإسلام. ولكن في حقيقة الأمر أن الدين معاملة، وأحيانا نبني معتقداتنا اعتمادا على خبراتنا الشخصية. فالدين ليس مجرد اعتقاد عقلي، وإنما هو أيضا حياة عملية، فيجب أن نظهر ديننا الحنيف بأعمالنا لا فقط بألسنتنا. ولا بد لنا أن نطلب العلم، وقد يعتقد الكثير منا أن طلب العلم يجب أن يقتصر على جماعة معينة تطلق اللحى وتلبس الأثواب وتجلس في المساجد، وهكذا هو طلب العلم. ولكن في الحقيقة طلب العلم هو واجب على كل مسلم بغض النظر عن وجهته أو مذهبه. فلا يكفي أن يكون الإنسان لديه إيمان بالله ويتعبد ليل ونهار، ولكن ليس لديه العلم، والعكس صحيح. فالإثنتين متلازمتين، فلن تستطيع أن تحب الله وتعبد الله إن لم تعرف الله. فيجب أن تعرف الله بآياته في كتابه العزيز، وفي التدبر في خلقه سبحانه وتعالى، والعمل فيما نتعلمه، لا قراءة المصحف دون فهم. فوالله عندما يقرأ المرء أي كتاب فإنه على الأقل يحاول فهمه،
إلا القرآن، فهو أكثر كتاب يقرأ ولكن أقل كتاب يفهم. لذلك يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في سورة محمد 24. وكلما زاد العلم مع التطبيق العملي له والتفاعل معه زاد الإيمان، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وهذا في سورة فاطر 28. فهذا المرء طالب العلم كالسنبلة، فإذا كانت فارغة وجدتها منتصبة مغرورة بذاتها، فأي رياح تهب تميل معها وقد تذروها. أما السنبلة الملأة بالحبوب تجدها منحنية للأسفل متواضعة، تعرف قدرها، فإذا هبت الرياح لا تنجرف نحوها. فطالب العلم يعرف قدره، فمهما وصل من علم تجده يطلب أكثر وأكثر، وهو عارف أنه مهما وصل من علم يجد نفسه ليس بعالم حتى آخر رمق في حياته.